الأحد 23 مايو 1993 ميلادية، الموافق 2 ذي الحجة 1413 هجرية. في الطريق إليك، الشاعر الغنائي ياسين الحساوي. أغنية لا ما أبي، الغناء للعنود، ألحان بندر عبيد. لا ما أبي، ما بالعذاب وياه، لا ما أبي، وان قلبي ذاب بنساه. لا تغركم ضحكة شفاء، لا يوزكم حد شنبدا، هو في الغدر ما له شبيه، لا ما أبي. عمر كله وأنا سامح، وان شكي تشكي بهمس، وثر طبعه طبع جارح، في الهوى يملك وبس. عمره ما حس بشعوري، ذلني وحطم غروري، لو يعتذر ما رد عليه، لا ما أبي. في عذابي كم تفنن، والألم مطيق نفس، أقول باكر يكون أحسن، ألقى باكر مثل أمس. بهجره وبمسك دموعي، عفتنا حبي وخضوعي، لا ينتظر مني أجي، لا ما أبي. حبيب ملكني في غرام عشقتني، من السهر والنوم ما أدري وين أروح، من السهر والنوم ما أدري وين أروح. صدع عني وتركني، صدع عني وتركني. We'll be right back.
سوق السلاح في دهاليز الماضي. سوقنا الأول اللي قديم سوق السلاح هذا قدام ما عندنا سوق السلاح وهذا سوق السلاح كانوا يبيعون فيه عشب وسلاح وكفقان وصمع مع الطيور وهذا سوق يبيعون فيه خروج مع البدو أول مع البعارين وبيوت شعر فرجان وهذه كانت أول قبل ابن الشيخ فهد براحل كان في توامك مع الغوص دقالة يبيعون فيها أدوات غوص وكان يبيعون في عماريات فقع وجراد أيام الربيع هاي كانت قوة الصومالي والمحولة الحين هاي كان مجا الشيخ صباح قبل والبنات الحين بنات عبد الله سالم كانت قوة ابن عقاب اللي ثور المدفع الطوب قبل برمضان هاي وهاي درب الصباح سوق السلاح أسلحة الصيد كلها أسلحة الصيد وذخيرة عارف كيف وأنا يمكننا من 53 من 53 أنا بالسوق هذا أي نعم 53 بالسوق 1953 كلها أسلحة الصيد أنواع البنادق أنواع البنادق يمكننا 6 أنواع نم خمس نم بطنين نم واحدة ربع نص أشكال يعني مثل السيارات ملك أدرك إلى صغير أي نعم بيعها برخص كلها برخص من الداخلية أي نعم المشتري يروح الداخلية ويعطونا ترخيص اللي يوافقوا عليه ولا عنده مشاكل يحولون على السوق ويشتري وقبل يعني من سنة خمسينيات وحول هو رخصة قبل على وقت عبد الله أحمد وعلى وقت عبد الله مبارك برخصة ما هم نبيع إلا برخصة الشوازن أي نعم أي أما هل السوق القدامى اللي مثل ما قلت لك نايف الجليل عبد العزيز الراشد في مصلحين بعد اللي هم موجودين بسوق السلاح الحالي يمكن 8 ثمانية هذول الدكاكين هم متهدمة هاي كلها
بقى حنا ثلاثة بس، اللي هو عبد الله حمد المزين، ومحلنا حنا محل خير المزين، ومحل أحمد حسين الخضري، وهذولاك اللي متهدمات محل خالد الجاسر الراجحي، ومحل نايف الجليل، ومحل محمد الخالد، ومحل سليمان العويد، هاي كلها متهدمة ورايحة. اي نعم. وهالسلاح الحين يمكن حوالي 10 دكاكين، في 2 بالفروانية، في 1 بالفحيل، وفي 2 بالجهرة، وفي 1 داخل المدينة بعد بمنطقة الشرق. اي نعم. وكلها أسلحة صيد يبيعون. ذخيرة الكمية الواجد هذه ممنوعة إلا بترخيص، وحتى الدشتة الحين حطوا عليها بعد لازم ترخيص، دشتة الوحدة لازم ترخيص. الرخصة ما خف السوق عليك؟ نعم. الرخصة ايش فيها؟ من الداخلية ايه؟ ما خف السوق؟ لا والله يعني شوي ماشي، يعني لا هي مثل أول من قليل، يعني ماكو بالأسبوع تجي رخصة واحدة، تجي رخصتين، على مرة تاخذ شهر ما يجي رخصة، لكنها شغلتنا ماشيين وياها، ما احنا مهتمين منها، يعني قديمين فيها وموالفينها ولف، ولا ما عاد فيها مصلحة أبدا. كانت المحلات البر الحين ما عاد اكو بر مقانيص مثل أول، وهذا هاي سلعة بادية وسلعة هواية حق مثل ناس عندهم هواية وهذا بس. أنا ما وتحت الخمسينات ها؟ لا الخمسينات الستينيات وهذا كله أبي تحت الخمسينيات تحتها والله زين بعد، بس أنا ما كنت ذاك الوقت بالسوق، لكن السوق زين. أنا كنت ذاك الحين عندي هواية أجي أشتري من في شيء وهذا ونقنص. اي نعم. اي قنصكم وين في؟ والله نقنص بحدودنا، بحدود السعودية كله واجد صيد قبل واجد. اي نعم. اي واستيراد الذخيرة والبنادق الشوازن كلها من الخارج، ما في من الداخل شيء، بلجيكا ومن بولندا ومن اسبانيا ومن فرنسا وكلها نستورد من الخارج بولندا. ما حد هنا يا لا ماكو ارفع ايديك حجل هذه حدينا اللي تسوي لنا سيارات السمعة الكشخة السيارات اللي ساعة واحنا نعدل عقلنا قبل الطلعة من الديرة شذي بس الصفرة لا مستهين فيها الصفرة الصفرة ايه؟ الصفرة هذه ايه؟ المكياج والروايح الطيبة والنفاني في الحلوة حق حريمنا من الديرة شذي عيل شلون عدل خلاص يا ولد العم لا تردني هذي ارفع ايدك المواد الغذائية والغرفان اللي مالها عصاعص من هنا شذي يا ولد العم ماكو مكان بالعالم الا ونستورد منه يعني توك داري يا نهاش الله يهداك احنا عايشين على الله وعلى العالم. للصحافة المحلية حديث. أول شيء أشكر مجلة التلفزيون والصفحة الحرة اللي في المجلة هذه الجديدة اللي بثوبها الجديد على الفرصة هذه، وبما أنها يعني صفحة حرة إذا الواحد يقول يعني اللي يبي. أنا ودي أتكلم عن تصنيف الوظائف. تصنيف الوظائف ترى هذا مهم ويعني شيء ضروري. في الكويت أول كان عندهم تصنيف شبيه بتصنيف الوظائف، يعني أقربها لكم شوي، يعني مثلا إذا كان المسؤول الفلاني محطوط في مكان غير مكانه فهذا يمكن يستعين بناس أو بخبير ها يمشي له شغله، وهذا مو صحيح. اللي نحط في المكان الفلاني لازم يكون هو اللي يديره بنفسه وهو يعرف خفاياه، يعني مرت عليه كل الأمور من صغيرها لكبيرها تدرج، يعني يسمونه تدرج وظيفي إلى أن وصل إلى قمة الهرم، بعدين ما هو يصير هو القاعدة وهم يصيرون القمة، لازم هو يصير قمة الهرم. الكويت أول عندهم ناس يسمونهم أهل الصنف أو أهل الجزوة أو أهل العرف أو أهل السالفة أو أهل الكار.
هذيل ناس كانوا يعني متخصصين في انهم يعني يفصلون بين الناس في مشاكلهم، وخاصة بينهم بين راعي السفينة وباللولو يعني بالقماش، هم يفصلون بالشيء هذا. أهل الصنف أو أهل العرف وأهل السالفة هم أدرى من غيرهم مثلا بالدهن، واحد معروف أنه يعني فاهم شغلته بالدهن، فيرجعون له يتحاكمون بيناتهم، يحكم أن هذا الدهن هو الأصلي أو هذا محزر أو هذا أصله كذي. وعندك بعد الذهب، عندنا اللولو مثل ما قلنا والقماش. فإذا صار بينهم خلاف يرجعون لأهل الصنف أو أهل الكار فيحكمون بينهم. الأشخاص هذول مشهود لهم بالنزاهة ومشهود لهم يعني بالكفاءة وبال يعني التقية، إنهم يعني ناس أتقياء وناس يعني يخافون الله ولا يبون من وراء شغلهم هذا أي مكافأة أو أي جزاء، لأن حتى الحكومة ما عينتهم لأنهم اشتغلوا قبل لا تصير المحاكم، فكانوا يحكموا بين الناس فكانوا في محلهم الصحيح. فاللي حب أقوله إن التصنيف الوظيفي يجب أن يكون مثل ما يقولون الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا ما أنحط على رأس جهاز حساس وخطير واستعين لي بأحد يمشي شغلي على أبو أني والله ابن حلال وطيب وسمعتي زينة ونظيف وهذا. يمكن الخبير هذا اللي أنا ما أفقه بالشيء هذا ها يعني يتحايل ويستفيد من وراي ويخرب علي شغلي وأنا ما أدري. ف يعني مرت على الكويت فترة يحطون يقولون فلان والله فلان والنعم كفو فلان يعني طيب ابن حلال ويعني وراعي ذمة وراعي ديانة وراعي صلاة فيحطونه مسؤول، لكن هل هو يفهم بالشيء هذا؟ احنا يعني ودنا او نتمنى ان يكون المسؤول هو يكون ذو كفاءة، كفاءة علمية في الوقت الحاضر الحمد لله الكفاءة العلمية عندنا بشكل يعني معروف وشكل رهيب على قولتهم، على وعلى الكفاءة الخبرة، الخبرة اللي هي الممارسة والتدرج الوظيفي إلى آخره. فأهل الصنف احنا نشبههم اليوم بالتصنيف الوظيفي، يجب أن يكون التصنيف الوظيفي قدر المستطاع إن وجد يكون على غرار أهل الصنف. وشكرا. فرقة التلفزيون تحيي الفن وتشيله. أنا قاعد لطالع أبي الربع يطول، لا مو العسينة أبي حلم يطول، لا 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 عطر أبي واحد يقول ربعي ساكتي لا 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 لا
I'm
الدورة يعلى ويغرق في البحر المال الهائل. ولما فتحت عيوني صار عشقوك عيوني الزحاق. لما فتحت عيوني صار عشقوك عيوني الزحاق. كل ما
عاشر الثور يا اخوي حضر بدي فله يا اخوي كل ما عاشر الثور حضر بدي فله يا اخوي يا اخوي بشكي لك الخافي يا اخوي يا اخوي حمل على اجتابي يا اخوي يا اخوي بشكي لك الخافي يا اخوي يا اخوي حمل على اجتابي يا اخوي صدوق نوابي يا اخوي غير تشكيله يا اخوي صدوق نوابي يا اخوي غير تشكيله صدوق نوابي يا اخوي. حديث الذكريات والسفير الاديب يعقوب عبد العزيز رشيد. حاولت ان اتحدث الى المهرجان فالتفت علي وقال يا يعقوب أنا قلت لك أنك لا تتحرك وأن هذا الشيء قد يزعج النمر. النمر كان قريبا منا والصوت الذي سمعته وكان مشية النمر متجها إلى الفريسة ولكنك أنت أضعت علينا هذا بحركتك. فحاولت أن أعتذر ولكن ما الفائدة من العذر؟ النمر ذهب خلاص. قال لي ننزل. قلت نعم. قال لي ننزل. ننزل روح فين؟ قلت له يعني النمر تحت تبيه ننزل بالليل نمشي مشي. قال لي ننزل ما في شيء. يعني حاولت اني انا اخفي خوفي طبيعي بالنسبة لي أنا أول تجربة لي. قال لي لا خلاص أنت ما تخاف لأن النمر هرب راح والسيارة احنا موقفينها بعيد شوي بس نمشي عندنا التورج. فنزلت نزلت وأنا خايف. المهم مشيت أنا معه مشينا ركبنا السيارة وذهبنا إلى الريست هاوس. دخلت الحمام غسلت وطلعت نبي نحط العشاء وإذا بي أسمع نفس الصوت اللي سمعته في الغابة. قلت له يور هاينس هذا الصوت اللي سمعته مساء ما سألتك أنا شنو هذا؟ ضحك قال لي يعقوب إذا تريد تطلع الآن اطلع بس لا تضرب غزال اضرب يا نمر يا فهد لأن هذا الصوت ناتج عن هروب غزال من فهد أو من نمر فلذلك هي قاعد تنبه الغزلان الثاني بأن المنطقة هذه فيها فهد وفيها غزال فيها نمر. لا. فقلت للإخوان من يحب يروح معي جاسم المرزوق ومصطفى وكان الله يرحمه عبد الكريم الحمود عديلي أيضا معانا قال اطلع معكم تفضل. طلعنا نزلنا في داخل الغابة وإذا الفهد توا ماكل غزال أحسن ما يكون وقاعد يلحس حاله مرتاح. يعني ساروبا كان معاي هو كان يلازمني دائما لأنه هو العينين القوية يعني فظيعة وبيده الكشاف المتحرك ليليا نحن كنا نصيد. قال لي هذا هو الفهد موجود. طلعت كذي اخذت البندقيه الخرازه كان معطيني الكتف الايسر اطلقت عليه هو تقريبا حوالي 35 40 يارد متر عنه ضربته دخلت الرصاصه من ظهر من كتفه الكتف الثاني واخذ الدحرج على الارض وحاول أن يستجمع قواه ودخل داخل الغابة. ساروبا لأن عنده تجربة قال لي ما ندش عليه الحين لأن إذا دشينا عليه الآن يهاجمنا فخلي لأن هو أصيب إصابة قاتلة لكن إلى أن يموت. فرجعنا كان في غزالة صغيرة حلوة ضربتها أخذنا حطيناها بالسيارة رجعنا على الفهد
لقيته طايح. فساروبا نزل قال لي خلي البندقية على راسه. نزلت أنا معه خليت البندقية على راسه. جاسم قلت له أيضا أنت خلي البندقية على راسه، لو تحرك شوي اثنيننا نخلي حركة هامدة. وصلنا لعنده ضربوا ساروبا بحجر ما تحرك، ضربوا بحجر ثاني ما تحرك. جاء أخذ العصات مالته حركوا أخذنا وحملنا حطنا بالسيارة وذهبنا إلى الرصاص. وجدت المهراجة زعلان قال لي يا أخي يعقوب أنا سبقا قلت لك لا تضرب إلا نمر أو فهد. قلت له والله شو نسوي ما لقينا. قال لي الغزلان يا أخي كثيرة حرام روحت عليك. أنا حاولت أن أخفي عليه. فعند الخادم جاء يبي ينزل الغزال شاف الفهد صاح صاب صاب شير صاب يعني سيدي شير يعني أسد أو نمر يعني. قال له شنو؟ قال له شير. جاني قال لي يعقوب صحيح؟ قلت له تفضل. قال لي يعقوب والله إنك حظيظ لأن أنا شقد صايد أول فريسة لي نمر أو فهد كان بعد 5 سنوات ترصد، أنت أول مرة تطلع تصيد فهد؟ قلت له والله هذا الحمد لله. وهذه هي قصة الفهد، وإن شاء الله في المرات الجاية قصة النمر وقصة الفيل والقصص الأخرى. وشكرا. في الطريق إليك أيضا الملحن جاسم الخلف. تغيرت حسب ما أنا أشوف، تغيرت تغيرت والمعنى بين الحروف، تغيرت تغيرت حسب ما أنا أشوف، تغيرت تغيرت والمعنى بين الحروف، تغيرت كنا نعم كنا مثل صبعين بشف، لا شي يفرقنا وغير الوفا ما نعرف. واليوم أولى أشتقي أسأل متى نلتقي، تقولي تغيرت. هزري جرح الوداع الجرح دواه الصبر، ولا هزني عمر اللي ضاع العمر يفداك العمر. صعب علي وادع دنيتك وارحل عنك بعيد، كنا نعم كنا مثل صبعين بشف، لا شي يفرقنا وغير الوفا ما نعرف. واليوم أولى أشتقي أسأل متى نلتقي، تقولي تغيرت. من علمني حرفا. حد ياسم حامد البوشي. زين العمر؟ عمر 70.
زين نبي نعرف شلون او باي سنه بديت التعليم؟ والله نبي سالفه التعليم معاك وين بديت؟ التعليم كانت امي مطوعه تدرس. وين؟ في الجبله. كمله؟ في الجبله في رجل عطشاني. ادرس بنات. بنات سميط، بنات البدر، بنات الصقر، بنات فلي، بنات يعني جماعة كل الجبلة أدرسهم بناتهم. زين أنت شلون بديت التعليم؟ أخذتي من أمك ولا دخلتي مدرسة؟ شلون؟ إيه دخلت مدرسة السيد عمر بنات زوجته بناته درست عندهم أتراك. أتراك؟ سيد عمر إيه زوجته وبناته اثنتين درست عندهم. زين ايش كانوا يدرسونكم بالبدايه؟ هذه بعثه ولا ارساليه ولا شنو؟ شلون بعثه ارساليه؟ يعني هذي الاتراك شلون تعلمتي على يدينهم انت بالكويت؟ هذه مثلات يعني مدارس العاديه. زين ايش كانوا قران وكتبه وخياطه وكل شيء. زين انت تعلمتي بس اللي هو تعليم القران. قران و وكتبه وخياط وتطريز حتى الخياط تيل خيط اعلم. زين بعدين لما علمتي البنات شنو علمتيهم بالتالي البنات الكويتيات بعد ما خلصت الدراسه عند الاتراك؟ شلون؟ بعد ما خلصتي تعليمك عندهم وجيتي تدرسين شنو درستي البنات؟ ادرس قران وقراءات وكتبه يعني حديث. زين كان هناك يعني حساب علوم؟ ايوه حساب. ايه حساب. زين كم عدد البنات داخل الصف عندكم او داخل المدرسه كلها؟ والله يمكن 50 60 كذي بنات وايد احنا كلها مختلطين. ما في من البنين اللي كانوا عندكم؟ بنات سميط جاسم وبنات البدر وبنات الصقر وبنات الخرافي وبنات الساير كل فريق الجبله كلها. زين كانت المدرسة بذاك الوقت تكفيكم؟ يعني كان المدرسة دخلها المادي يكفي مثل ما تقولين؟ على قد الحال. حس نسوي على قد الحال. اي يعني في رسوم مثلا او شيء من نوع من الفلوس او يعني؟ لا معاشاتهم ذيك الساعة معاش دينار، معاش يعني ناس دينار ونص، ناس دينار ونص ولا ربيات؟ ايه ربيتين ثلاث، الغني اربع ربيات وعلى نص حتى ندرس فقارة المساكين وناس ببلاش بعد. نعم. اي كل واحد على قد. زين طولتي في عملية التعليم هذه كم سنة وانت تدرسين؟ والله لا بس إلى آخري بلكن متزوجت وجبت العيال وذي لهيت ويا العيال بعد ما لي فرصة هديت الشب. زين وين مكان آخر مدرسة تحتيها أنت وين مكانها بالضبط؟ آخر شيء فريد يوسف العنساني على جنب بيت ملا حسين. جبلة؟ جبلة. كل البنات يعني وكل اللي يعرفوني ربعي وذي يوني لهني ليه مكانك. زين انت لما الطالب يدش عندك في البدايه او الطالبه ايش كثر يقعد حتى يخلص مدرسته؟ ياخذ له وقت ايش كثر؟ والله على التوفيق، ناس فهمانين، ناس يقعدون، ناس سنتين، ناس اربع سنين، يعني كلهم توفيقه، شيء من الله عطايا هذه. كان الجهد منك انت؟ مني انا ايه وبصرف على اهلهم اللي يعني نطلبها يجيبونه. زين ما كان عندكم بنات شياطين يحشونهم ويطقونهم؟ لا لا يعني كانت لا صح يعني تنهزرهم وغيره البنات لكن يعني طقوا وتيحش هذا لا الاوانب سنعت تأدبت. زين يعني هالحكي مطوع يختلف عن مدارس الصبيان. اي بس البنات شياطين. شو الاختلاف بينهم؟ شطانتهم. شطانتهم. اي
زين من اذكى الصبيان ولا البنات؟ شلون؟ عشان انت مدرسه، من اذكى الصبي ولا البنت؟ بنت. البنت اذكى. ايه؟ شو النصيحه اللي تقدمينها الحين سواء حق الطلبه او حق المعلمين في وقتنا الحاضر هذا؟ اقول الله يعطيهم العافيه يبارك فيهم المعلمين والشباب، عسى الله يطعمهم ويرزقهم يقدمون البلدهم هذا كله حق بلدهم. زين مطوعة، يعني بعد هذا الجهد الكبير وهالخدمة الطويلة شنو كرمتك الدولة؟ كرمتني الشهادة وقرآن مصحف وقلم، بعد والله ما ادري قاصر الشيء، بس 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 خلاص. الله يعافيكم الجميع، عافيكم يعطيكم العافية. وانت زرع على نار بتقيس، سلامة
سلامات 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 يا حبيبنا يا بلدي يا سلامات 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 يا حبيبنا يا بلدي يا أشوف سافروا معاك كم واحد ما وحشنا منهم واحد شوف سافروا معاك كم واحد ما وحشنا منهم واحد لا 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 لا, لا ده انت وحشتنا بالذات. جميل يا وطني البرنامج الفنان خالد الملا يغني في بيتهم. سبنا للنهاية كل شي بينا انتهى اليوم قد أصبح رواية انظلم قلبي بحبك ما حسبنا للنهاية كل شي بينا انتهى اليوم قد أصبح رواية يا ندامة عمر ضيعته خسارة وقت هدرته يا ندامة وقت ضيعته ويا خسارة عمر هدرته وانت ما تستاهل الحب والتقدير روح في دربك وخليني على دربي أسير روح في دربك وخليني على دربي أسير انتهى عادي معاك
شفت الحقيقة انت وعدي معاكم بعد ما شفت الحقيقة كم تحملت بهواكم حمل غيري ما يطيقة قلبي المسكين لوعته وطرفي طول الليل سهرته قلبي المسكين لوعته وطرفي طول الليل سهرته وانت ما تستاهل الحب والتقدير صدريبك يضيق روح يا مغرور دور لك على غيري عشيق قلبي قد عابك ولا هواك صدريبك يضيق يا ندامة وقت ضيعته يا خسارة عمري أهدرت معاك يا ندامة وقت ضيعته يا خسارة عمري أهدرته وانت ما تستاهل الحب والتقدير وفي دربك وخليني على دربي أسير وفي دربك وخليني على دربي أسير الأحبة فمع الله